إلى العالمين الجديدة لنقل مراسم توقيع عدد من البروتوكولات، من بينها مشروع إنشاء محور السخنة الدخيلة اللوجستي المتكامل للحاويات اقتصادية لقناة السويس، وكل من السيد كليمنس شينغ العضو المنتدب لموانئ هاتشيسون أوروبا، والسيد لوران مارتنز نائب رئيس سي ام اي، والسيد فان جو العضو المنتدب لكوسكو. نشهد الآن التوقيع المبدئي على مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف هاتشيسون MSC شركة تحت التأسيس. يوقع التعاقد السيد اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وكل من السيد كليمنس شينغ العضو المنتدب لموانئ هاتشيسون أوروبا، والسيد جوزي بو ملهب مدير تطوير الأعمال بتي آي إل الشركة التابعة لإم إس سي. شكرا لحضرتك.